أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تمكنت قوة حماية درنا من غنم 4 سيارات عسكرية بالتزامن مع صد هجوم لميليشيات الكرامة من محور الفتايح. وأوضح المنصوري في تصريح لقناة النبأ الخميس تكبيد ميليشيات الكرامة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على عدة نقاط، ما دفع الميليشيات لإضرام النار في عدد من المزارع ومنازل المواطنين بمنطقة الظهر الحمر. كما أصابت الميليشيات أحد المساجد الواقع على الساحل الشرقي للمدينة بالرصاص العشوائي. كشف عضو مجلس أعيان وحكماء طرابلس المركز جمال حريزي رفض مديرية أمن طرابلس منح ترخيص لتنظيم مظاهرات أمام مقر المجلس الرئاسي المقترح تستنكر حصار درنا وقتل وتجويع سكانها. وقال الحريزي للنبأ أن المديرية رفضت الطلب بحجة الحالة الأمنية في العاصمة، وأشار إلى أنه توجه شخصيا للمديرية وقدم الطلب وناقش الأمر مع عدد من الضباط وحدد لهم أهداف المظاهرة وخط سيرها، وبعد موافقة مبدئية تراجع عن ذلك بحجة صدور أوامر من السلطات العليا بعدم تنظيمها. رصدت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا 36 اعتداء على المرافق الطبية منذ بداية شهر مايو 2017 إلى بداية مايو من العام الجاري. وذكرت وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للبعثة أن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض للتفجير والقصف والنهب إلى جانب استهداف العاملين في المجال الطبي والاعتداء عليهم وحتى أخذهم رهائن واحتجازهم تعسفا. ونشدت البعثة جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بغية منع أو على الأقل تقليل تأثير الأعمال العدائية على المرافق الطبية والعاملين فيها. دعا وفد البرلمان الأوروبي الذي زار ليبيا دول الاتحاد الأوروبي لأحداث تفاهم مشترك ومواجهة العديد ممن وصفهم بالفاعلين الإقليميين الذين لكل منهم أجندته الخاصة في البلاد. وطالب عضو الوفد فابيو كاستالدو في تصريحات له إيطاليا وفرنسا وبريطانيا إلى التعامل مع من وصفهم بالفاعلين على الأرض والتفكير في الأمد البعيد لمستقبل ليبيا. وشدد الوفد على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد على دعم الخطة التي عرضتها الأمم المتحدة والانخراط في التزام واضح من أجل احترام دولة القانون والانتقال الديمقراطي في البلاد. ختام الموجز للقاء.